صباحك. الجديد في جولة داخل منزل جورج والسوف الفخم، وشقيقته تبكي على الهواء بسبب ما حصل بينهما. حل الفنان السوري جورج والسوف ضيفاً ضمن حلقة خاصة على قناة الجديد بعنوان السلطان في يوم وليلة مع الإعلامية نسرين ظواهرة، حيث تحدث عن الكثير من الأمور عن حياته وبداياته الفنية، كاشفاً أسراراً عن عائلته وعلاقته بوالديه الراحلين وشقيقاته. يا بختك اللي صاحي الليل، مادام كان السبب واحدة ومين. وفي التفاصيل، زارت الجديد الفنان جورج والسوف في ضيعته في كفرون التي يكن لها مشاعر حب كبيرة، حيث قال: ضيعتي حلوة ومناخها حلو، وبيقصد السياح من كافة المناطق اللبنانية. وأوضح والسوف أن أعمامه ووالده ولدوا في بيروت، إنما هو ولد في حمص، قائلاً: بيي أخذ أمي من لبنان وطلع حمص، وأنا خلقت وربيت فيها 14 سنة، وبعدين رجعت على لبنان من 25 سنة. وطلعت أنا مواليد حمص، حمص باعتبارها بلد خلقت فيها، لقيت فيها 14 سنة. ولأول مرة أطل أفراد عائلة جورج والسوف على المشاهدين في جلسة مميزة سيطرت عليها أجواء الفرح والإلفة والمحبة، حيث عبر الحاضرون عن حبهم الكبير لبعضهم، وراحوا يستذكرون أبرز الأحداث التي عايشوها في طفولتهم. وقال جورج والسوف: إخواتي نقطة ضعفي وحبايب قلبي، وقت شوفهم بتنزل دمعتي. لتتأثر شقيقته الكبرى سوسن على الهواء وتجهش بالبكاء تأثراً بكلام جورج والسوف عنها، إذ قال: هي الحنان تبع قلبي وغالية وحبيبة الروح. قولوا علي طيب، خليك هنا من قلبي. وفي الجلسة حينها كشف جورج والسوف عن أول أجر تقاضاه، قائلاً: أخذت 50 ليرة، وأول شي فكرت فيه اشتري لأمي غسالة، بس أكلت بهدلة. شارحاً كيف حصل على المال بعد أن غنى لأول مرة في إحدى الحفلات، كما لفت إلى أنه عندما أخبر والدته القصة نزلت دمعته بحسب تعبيره. وفي سياق الحلقة تحدث الفنان جورج والسوف عن مسيرته الفنية ونجاحاته، قائلاً: عندي إيمان أني وصلت للناس كلها، وبعدن الناس وقت يشوفوني بيقولولي واو وبيسمعوني كلمة حلوة. مضيفاً: بعدني لهلأ وين ما بروح بستحي من عيون الناس، واللي في حياة أصلي الناس بتحترمه، وحلو الواحد يكون على طبيعته وصادق بتصرفاته مع الناس. عشرة دي كان اللي شاهد ربنا ده ما قالش حد. أما عن رأيه بالفن في هذه الأيام، فقال جورج والسوف: ما بقى في صناعة فن هالأيام، لا كلام ولا لحن مثل الخلق، فالفن إحساس. مضيفاً: أنا ولا مرة قلت إنه الفن مجد باطل، لأنه بعمل فن صح.